تدخل البلاد في الساعات 24 الفاصلة عن عقد جلسة للحكومة في سجال مع عقد هذه الجلسة أم لا، بعد أن بلغت حدة الخطاب السياسي سقفا عاليا مع حسم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب ميشيل عون مقاطعة الجلسة، واعتبار المقاطعة بمثابة رسالة تحذيرية اعتراضية على إصرار فريق تيار المستقبل الذي يتزعمه الرئيس سعد الحريري ووزراء رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان على التمديد لقائد الجيش، قد يليها ضغطا في الشارع كي توقف الحكومة مخالفة القانون، خصوصا في موضوع التعيينات الأمنية التي سلكت طريقها إلى التمديد مع تأجيل تسريح أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير. هل هن بيقبلوا بظل غياب رئيس الجمهورية إن حكومة تحكم بغياب المسيحيين؟ هيدا السؤال، هيدا على ضوء الجواب يلي بيحدده أول شيء رئيس الحكومة، وثانيا مكونات الحكومة الباقية بكل أجزائها. منقول أنه نحن اليوم منكون بعد الخميس أمام مش أزمة حكم، منكون أمام أزمة نظام. نحن اليوم عم ندافع عن هذا النظام، هي سخرية القدر، وهن بيحددوا طريقة تعاطيهم مع هذا النظام بتصرفهم نهار الخميس. لكن هدف التيار ليس شل البلاد، بل عودة الحكومة إلى القانون وتأجيل الجلسة لحين عقد المزيد من المشاورات فيما خص موضوع التعيينات الأمنية. وفيما لم يحسم بعد إمكان عقد جلسة للحكومة أو تأجيلها، لكن الثابت الوحيد هو أن الحكومة التي باتت على قاب قوسين أو أدنى من الرحيل هي آخر العنقود بعد رئاسة الجمهورية الشاغرة ومجلس النواب المعطل، وبالتالي ليس من مصلحة أحد تعطيلها. أسئلة عدة تطرح حول مصير الحكومة اللبنانية التي قد تصبح خالية من مكونها المسيحي في حال قاطع وزراء التيار الوطني الحر جلساتها بسبب التعيينات الأمنية، لينضموا إلى القواتيين المقاطعين والكتائبيين المقاطعين. جنين ملاحي، أنبي، بيروت.